أخبار اليوم. وشكرا وشكرا لك على دعوتي، مع هذه المعارك سكنا
تحتل الثورة على أرض الغير. أرض الغير كانت مصانة لدينا منذ عشرات السنين، منذ قديم الأزل، والكل يعلم أن هذه الأرض كانت مصانة لدينا وبنودها ضحكوا من أجلها. فلا يمكن أن نطمع فيها عندما يأتي أصحابها ليستردوها نقول لهم نوثقهم. وهذا ما فعله الرئيس السيسي، وهذا ما فعلته الحكومة المصرية عندما رأت أن كل الوثائق وكل المستندات التاريخية لا تؤكد أن هذه الجزيرتين كانت بحق السعودية أو كانت ملك السعودية، وأنها أعطت الولاية عليها لمصر حتى تحميها خلال الفترة القضية التي كانت هناك حروب، ومصر حاربت على هذه الجزيرة على هاتين الجزيرتين وضحت من أجلهما واستطاعت أن الجزيرتين أو توافق على عادتهم. والأمر الآن في ملعب مجلس النواب الذي سيقول كلمته، يمكن أن يوافق على تنفيذ هذه الاتفاقية ويمكن أن يرفضها، وقتها يكون مجلس النواب وصوت الشعب له القول الفصل. ولم يتوقف الأمر مساعدة الحدث في مقابل حركة جدل سنة بغتة، ولكن أيضا بغتة بمجموعة من بغتة إلى سيناء وإلى صفاقية وتيران لكي تخدم ما يحصل هناك. بالتأكيد السلاف لازم تبحث عن الخروج في كل مكان. احنا اثنين من زملائنا الاستاذ الهامي والاستاذ حمادة سليم كانوا موجودين او توجهوا الى شرم الشيخ وقاموا برحله بحريه حتى قرب جزيره تيران، وهناك التقوا على كبير من البدو والتقوا على كبير من الاهالي الموجودين. طبعا احنا عارفين جزيره تيران لا يوجد بها اهالي ولكن يوجد بها بعض القوات. حاليا الجزيره غير مسموح لاحد بالاقتراب منها، لان صاحب اللانش عندما طلبوا منه ان يذهب حتى الوصول الى الجزيره ابلغهم ان هناك تعليمات امنيه بعدم الاقتراب من الجزيره، لكن وقفوا على بعد قريب من الجزيره وساعدوا ورصدوا لنا الوضع هناك، والتقوا بعد ذلك بعدد كبير من السياح وتوجهوا الى دير سانت كاترين ورصدوا ازمه السياحه المصريه، ازمه السياحه في شرم الشيخ، وان هناك اكثر من 160 فندق اغلقت ابوابها لعدم وجود سياح. الازمه التي ضربت السياحه في الاقصر عقب سقوط الطائره الروسيه التي يعاني منها الكثير من المصريين، يعاني منها السياح، يعاني منها العاملين في قطاع السياحه. نحن امام ازمه